موقع جميل بالذات الصفحة ديت ام فيلينج، بتقول مثلا انا شاعر بالغضب، فيبدأ يجيب لك الايات والاحاديث اللي تعالج موضوع الغضب. انا شاعر مثلا بالضيق، شاعر بالملل، شاعر بالسعادة، فيبدأ يجيب لك الايات والاحاديث المرتبطة بالنقطة ديت. مثلا انجري، فيبدأ يجيب لك الايات والاحاديث المتعلقة بالغضب بحيث ان انت لما تقراها الغضب بتاعك يقل ان شاء الله، وهكذا. كل المشاعر الموجودة، كل حاجة ليها علاج في القرآن والسنة إن شاء الله.